ومعنا للحديث عن الموضوع من لندن عضوة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي الدكتورة فاطمة العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية أكدتم في بيان لكم اليوم أن المرأة العراقية تعيش منذ احتلال العراق عام 2003 حياة مأساوية نتيجة السياسات الحكومية الممنهجة في إهدار حقوق النساء. مثل ماذا؟ هل يمكن أن تخبرينا دكتورة؟ السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني لا يخفى على الجميع معاناة المرأة كجزء من الشعب العراقي وهضم حقوقها منذ عام 2003. يعني الكثير من التقارير التي صدرت توثق ما يحدث للمرأة العراقية من انتهاكات، ممارسات مثل الاعتقال، التعذيب، القتل، الكثير، هضم الحقوق، عدم المساواة، تشريع قوانين يعني تحط من يعني مستوى المرأة وتحط من قيمتها في المجتمع، حرمانها من حقوق أساسية مثل التعليم وغيرها، وسيادة بعض الأعراف التي أيضا ساهمت في يعني إرجاع المرأة إلى حالة من التخلف والجهل دون أن يكون للحكومة دور في تثبيت وتثمين ويعني إعطاء المرأة لكافة حقوقها. نعم. طيب، يعني لاحظتم اليوم خرجت تظاهرات وصفها البعض بالمليونية النسوية ردا على من يحاولون إحجام دور النساء. لماذا برأيكم هناك من يتخوف من مشاركة المرأة العراقية في التظاهرات؟ نعم، بالتأكيد يعني صدرت تصريحات طبعا تؤكد هذا التخوف. يعني كان هناك تهميش واضح يعني لدور المرأة في العراق. نحن نعرف جيدا أن بناء المجتمع ونصف المجتمع هو يعني يعتمد على يعني ما تقوم به المرأة من جهود، ولذلك تهميش المرأة وأهدار حقها وحرمانها من حقوقها مثل الخروج في التظاهرات والتي هي جزء من الدفاع عن الحقوق والتي يعني حتى تضمنها الأديان السماوية يمنعونها من ذلك، لأن مشاركتها يعني أن هناك جزء كبير من الشعب العراقي رافض لهذه السياسات ورافض لهذا النهج الذي تقوم به الحكومة، وبالتالي المرأة هي من تربي الأجيال. إذا هناك قواعد جديدة الآن تساهم المرأة في إنشائها، وأجيال جديدة سوف تنشأ على يد هذه المرأة التي تنتفض وتثور ضد هذا الظلم والفساد، وهذا بالتأكيد خطر يهدد مستقبل الفاسدين والمرتكبي الانتهاكات والمجرمين الذين يرتعون في مفاصل الدولة العراقية. أيضا أن يعني خروج المرأة في الحقيقة يعني الحقيقة أدار يعني وجه صفحة قوية للفاسدين وأدار وجوههم من قوة الصفحة. نعم. لماذا؟ لأن التمام المبادرة عادت أيضا للمرأة العراقية التي نعرف دورها جيدا في بناء المجتمعات. نعم. طيب، المتظاهرات من النساء لم يكن يعني نصيبهن أقل من نصيب المتظاهرين في الاستهداف. ما رأي يعني ما تفسيركم لتكرار تعمد الميليشيات استهداف المعتصمات والمتظاهرات وأيضا المسعفات؟ نعم، هو يعني هذه الممارسات هو محاولة ل يعني لجم النساء عن مطالبة بالحقوق، و يعني 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 القضاء على التظاهرات، خاصة وأن النساء في التظاهرات الآن أصبح لديهن دور فاعل من خلال المشاركة الفعلية في التظاهر، من خلال أصواتهن ومطالبتهن بحقوقهن، إضافة إلى ذلك مساندتهن لأخوانهم وآبائهم وأزواجهم الذين يشاركون في التظاهر. هناك عوائل الآن تحضر في وتساهم في التظاهرات، وليس هناك أصبح فقط وجود للرجال فقط. إذا هذا معناه القضاء على التظاهرات وإرجاع الجميع إلى بيوتهم. نعم. طيب، هل ستتمكن بعض الأحزاب من تحشيد موقف حكومي لوضع عراقيل تعيق مشاركة النسوة في انتفاضة تشرين؟
الحقيقة مهما حاولوا، طبعا هم بالتأكيد سوف يستمرون بمحاولاتهم لوضع العراقيل وإصدار بعض التصريحات ويعني بيان بعض المواقف، ولكن هذه سوف لن يكون لها في الحقيقة أي تأثير، خاصة وأن هناك أصبح ثقافة في المجتمع العراقي أن هناك ظلم وفساد مستشري، ويجب التصدي لهذا الظلم بمختلف الأساليب، ووجود المرأة ومشاركتها في هذا التصدي لهذا الظلم هو مشاركة فاعلة ومؤثرة حقيقة على يعني أرض الواقع، ولذلك سوف لن تجدي، وحتى لو نجحوا في كبح التظاهرات لفترة معينة فإن التظاهرات سوف تعود وبزخم أكبر ومشاركة أكثر فاعلية للنساء. نعم. طيب يعني أيضا مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري طالب بمنع النساء من المشاركة في التظاهرات، يعني السؤال هنا بعد أن فشل الصدر في كافة خياراته وكافة أوامره أو ما أراد فعله في مليونيته المزعومة أو في محاولة ما فعله القبعات الزرق في ساحات التظاهر، هل كان يعتقد أن الشعب العراقي يعني يمتثل لهذه الأوامر مؤخرا؟ يعني الحقيقة ما صرح به السيد مقتدى الصدر يعني في الحقيقة هو خيال، مجرد خيال، وهو واهم بإصدار مثل هذه التصريحات ومحاولته إرجاع النساء إلى البيوت وعدم المشاركة في التظاهرات. يعني في الحقيقة كانت هناك محاولات حثيثة للمشاركين في العملية السياسية والسياسيين والزعماء الحاليين منذ البداية لتشويه صورة المرأة العراقية وإلصاق التهم بالمتظاهرين بأنهم لا يحترمون وجود المرأة العراقية، مع العلم أن هذا الشيء عاري عن الصحة، والحقيقة لولا أن المرأة وجدت أنها تعامل باحترام وأن صوتها يصل إلى العالم لما شاركت في التظاهرات، ولذلك هم يحاولون بهذه الأساليب الحقيقة الغير صحيحة والملتوية فقط من أجل أن يحجموا دور المرأة ويحاولوا منعها من المشاركة في التظاهرات، والحقيقة كل محاولتهم لحد الآن بائسة وفاشلة. الدكتور فاطمة العاني عضو لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.